لنا فرحة كبيرة، ننتظر زيارة سيدنا البطرك يوحنا بين كلنا، والسلطنة هي جزء من هذا الكرسي الأنطاكي، فهي تنتظر أبيها سيدنا يوحنا بكل فرح وبكل سرور، خاصة أنه نحن بسلطنة عمان سيكون عندنا حدث كبير جدا، أننا أنجزنا وعمرنا أول كنيسة بعمان، وهذه الكنيسة الأرثوذكسية الأولى هناك، هذه كانت حلم لأبنائنا في السلطنة، ونشكر الله الذي له الفضل بكل شيء أنها وجدت وقد أنجزناها بمحبة الله بنعمته وسخاء المؤمنين الذين لم يبخلوا لا بصلواتهم ولا بعطاياهم للكنيسة. فنحن ننتظر صاحب الغبطة كي يكرس هذه الكنيسة لتصبح بيتا لله ممتلئا من النعمة الإلهية ليتقدس به الجميع دون استثناء. نحن رعية تفتخر أنه يلتم فيها من جميع الطوائف، هم يأتون ليصلون. نحن برعية مسقط لا نقتصر على جنسية معينة أو على فئة معينة، نحن عندنا من كل الجنسيات، من لبنان، من سوريا، من الأردن، من مصر، من فلسطين، من اليونان، من روسيا، من رومانيا، من جورجيا، من كل العالم عندنا رعاية. فكل من هو أرثوذكسي يأتي إلى سلطنة عمان هو يصلي في كنيستنا، هذه الكنيسة التي تحمل اسم القديس الحارث بن كعب اسقف نجران الذي استشهد في القرن الثامن الميلادي على يد اليهود الذين قتلوه والكثير من رفاقه في ذاك الزمن. فاخترنا أن يكون القديس الحارث هو شفيعا لهذه الكنيسة، لأن هذه الكنيسة هي في بقعة تحمل إرثا ضاربا في المسيحية، فالمسيحية ليست بجديدة في منطقة الجزيرة العربية، هي أصيلة ومتجذرة في هذه المنطقة. فاخترنا القديس الحارث تعبيرا منا ووفاء منا لأجدادنا الذين كانوا في هذه المنطقة. وبهذه المناسبة لا أنسى المنة والعطية الكبيرة التي من علينا بها السلطان قابوس رحمة الله عليه الذي أهدانا قطعة الأرض، فنحن دائما نترحم عليه، كما أيضا نتوجه بالشكر لجلالة السلطان المعظم هيثم الذي أيضا لم يبخل علينا بتوجيهاته. ففي السلطنة نحن ننعم بحب جلالته ومعاونيه، ننعم بالسلام بالمحبة بالإخاء، فشعب السلطنة شعب طيب، شعب محب، شعب لا تشعر بالغربة فيما بينه. فنشكر الله على هذه النعمة الكبيرة وعلى كل الشعب العماني وكل المسؤولين فيه. فهذا الحدث هو حدث عظيم ننتظره وتنتظره الرعية لتستقبل صاحب الغبطة، فإن شاء الله ب26 و27 أيار نكون سويةً.